رد فعل ديالي كجميع المواطنين المغاربه اللي ما كيبغوش الظلم وما كيبغوش الحقره. تصريح غير مسؤول، تصريح ديال المسؤول السياسي خصو يكون في مستوى اللي ما عندوش واش شعور شعور الله يتصور، الله يهديه الله يهديه على راسه، لا اله الا الله وصل ليه بهذيك المستوى. هو رجل قانون قبل ما يكون كاع وزير وداك الشيء، ولكن من العار عليه باش يدوي باش يعطي كاع هذوك المواقف اللي ما كتناسبش المجتمع المغربي واللي كيبغي يثير الفتنه. خويا بالنسبه للتصريح ديال وزير العدل، هذاك التصريح خاص به هو، ولكن عموما راه ماشي اي واحد ممكن يقرا في جميع في دوك المدارس اللي هما يا عندهم يعني تيتوفروا على رؤوس اموال كثيره. هو عنده امكانيات باش يقريهم، ولكن كاين واحدين اخرين ما عندهمش امكانيات، يعني خصو يهضر، لو غيهضر ما يهضرش على روحه هو، خصو يهضر عموما يعني جميع المغاربه وجميع الطبقات يعني جميع الشرائح. وهذاك هذاك التصريح ما تيمسنيش انا، تيمسو هو، لانه هو عنده باش، وكاين اللي ما عندوش على حساب سو ما يشوفش هو من الزاويه الضيقه، سو يشوف من زاوية. وهي شوف اكبر علامه استفهام هي ان المنصب ديالو وزير العدل، يعني خاص يكون العدل وتكون المصداقيه وتكون مراعاه للشعب ومراعاه لكل واحد كيستحق المكانه ديالو، لان كاين الناس قراو وتعذبوا باش يوصلوا، كان عندهم طموح. علاش كنشوفوا ناس داخلين في حاله اكتئاب، ناس حالتهم النفسيه عندهم ضغوطات كبيره بسبب انهم كانوا كيحلموا وكيطمحوا لواحد المرحله باش يوصلوا ليها، وكيلقاو عقبه اللي هي المحسوبيه، وبانك انت لما كنتيش من عائله اللي معترف بها كيف ما كنقولوا اجتماعيا على المستوى المادي ما يمكنش توصل ليها، لان داك الشيء كيف ما كنقولوا اماكن كتكون محجوزه، يعني مستقبلك محجوز لناس اخرين. الاستاذ وزير العدل دير العدل، عاد اقول انا وزير ديالو دير رسالتك اكيد دير العدل. وكيف ما كتقول انت ولادك كيقراو برا، اذا انت عطيتينا واحد كيف ما كنقول واحد الاهانه بالنسبه للشعب، بان المغرب ما فيه حتى شي مجال وكل شيء فاشل. يعني ملي كتقرا برا التعليم فاشل، ملي كدير شي طبيب برا طب فاشل، جميع الميادين فاشله، وهذا الشيء سبابه انتوما، سبابه المسؤولين اللي ما كيستحقوش المكانه ديالهم. شنو في نظرك المستوى اللي تكلمت؟ هو مساله عاديه، عنده امكانيات وقرا، ماشي هو اللي كيقري ولادو كندا، عنده امكانيات، علاش مش مساله عاديه، راه ما قالش شي حاجه اللي غريبه، أنا عاديه، عنده شي امكانيات راه قريب. كتشوف شي الحاج بان التصريح اللي خرج به انه مستفز، حسب تصريح المنتقدين في المغرب كامل والناس اللي انتقدوا كيقولوا بان هذا التصريح مستفز. وهو دابا راه هضر عادي، ولكن في الاخر قدم اعتذار، راه اخر ما سمعت انا قدم اعتذار، ولكن كيبقى ماشي ما كنظنش مستفز. قال الصراحه هو ما خزن حتى حاجه، قال ولادي كيقراو في كندا، ايوا شنو ما قال حتى حاجه، قال عيب، ولكن كي ولادو مش غا هو اللي كيقري ولادو في كندا، ومساله عاديه ماشي كيف ماشي فيها شي، قال شي حاجه اللي هي كاع ما كاينه في القانون. ايوا كيقري ولادو في امريكا، كيقري ولادو في